السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن القهوه، ايه فوائدها، ايه اضرارها، ايه المعدل الطبيعي لكل شخص، الشخص السليم، البالغ، المراه الحامل، الاطفال او المراهقين. تمام، خلينا الاول نبدا بالفوائد. فوائد القهوه ليها 3 فوائد. اول فائده وهي حرق الدهون. حرق الدهون ده اللي عايز يخس او ينزل وزنه. يشربها امتى؟ بعد مسح النوم مثلا بساعة يبدأ يشرب كوب قهوة ويفضل حرق الدهون شغال معاه طول اليوم. دي أول فايدة. الحاجة التانية، الفايدة التانية بالنسبة للقهوة، وده خاص يعني للرياضيين أو اللي بينزلوا الجيم، لما بتشرب قهوة بيزود عندك هرمون الأدرينالين. تمام، هرمون الأدرينالين لما بيزيد بيبدأ باستخدام الفات اللي هي الدهون، وبعد ما يستخدم الدهون بيبدأ يوفر الجلايكوجين داخل العضلة، وبالتالي وأنا بلعب يعني وأنا بلعب في الجيم بيكون في طاقة ساعة التمرين. وبكده ضربنا عصفورين بحجر، لما شربت القهوة زود الأدرينالين، الأدرينالين لما زاد استخدم الدهون وبعد كده نزلت الوزن. والحاجة التانية، زود الجلايكوجين داخل العضله، وفر الجلايكوجين داخل العضله، وبالتالي رفع الطاقه عندي، وبقى ضربت عصفورين بحجر، نزلت دهون وفرت طاقه داخل العضله. الفائده الثالثه وهي فوائد المخ، بيحسن من التركيز، بيحسن من الذاكره، ودي اهم حاجه، بيقلل من الاكتئاب، بيقلل من الاكتئاب. تمام، المعدل الطبيعي ايه بالنسبه للقهوه؟ الشخص السليم البالغ المعدل الطبيعي 400 ملي جرام، يعني لحد 3 فناجين، فنجان لثلاث فناجين في اليوم الواحد. الست الحامل المعدل الطبيعي 200 ملي جرام، يعني كوبين قهوه فنجانين، واحد او اثنين في اليوم، ما نزودش على كده. الاطفال او المراهقين المعدل الطبيعي فنجان واحد في اليوم. طيب، في قاعده بتقول لك كل ما زاد عن حده قلب ضده. طيب ايه هي اضرار القهوه لو يعني شربنا بكميات فوق المعدل الطبيعي؟ عصبيه، تكون متعصب طول اليوم، ارق، زياده ضغط الدم، يعني تشرب قهوه زياده ضغط الدم لو شربت فوق المعدل الطبيعي، واهم حاجه الجفاف. الجفاف ليه الجفاف؟ القهوة أصلا هي مدرة للبول. معنى إيه مدرة للبول؟ يعني كل ما تشرب قهوة كل ما التبول عندك يزيد، فلما تشرب قهوة كتير ولكن 5 فناجين في اليوم، فالتبول عندك هيزيد زيادة غير طبيعية. طيب كل ما تتبول وتخرج مية من جسمك، طب ده هيسبب لك جفاف، فلازم بعد شرب القهوة تشرب وراها مية، بحيث التبول اللي هيخرج بسبب القهوة المية اللي انت شربتها يعوض النقص اللي خرج عندك. بس ده النهارده موضوعنا بالنسبه للقهوه. السلام عليكم.